بعد وصوله إلى البلاد في ليلة 17 من الشهر الحالي، قام زائر البلاد فضيلة الشيخ علي بالعربي التجاني الحسني الخليفة العام للطريقة التجانية وشيخ زواياها عبر العالم، قام بزيارة إلى المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، وكان في استقباله رئيس المجلس وعدد من أعضائه. وخلال هذه الزيارة تعرف الشيخ الزائر بأعضاء المجلس وبالدور الذي يلعبه في الشؤون الإسلامية وكذا الإشراف على الأنشطة الدينية التي ينفذها باعتباره الجهاز المكلف بتوجيه أمور المسلمين. هذا كما نظم المجلس في مساء يوم الثلاثاء حفلا جماهيريا بمسجد الشارقة بالدائرة الثامنة، حضره العديد من المشايخ والأئمة والدعاة، فضلا عن حفظة كتاب الله والمريدين للطريقة التجانية، إلى جانب عدد كبير من الرجال والنساء كبارا وصغارا شبابا وشيبا، وذلك استقبالا لحفيد الشيخ أحمد التجاني الشيخ علي بالعربي الذي يزور البلاد هذه الأيام. هذا وفي بداية الحفل قدم رئيس اللجنة المنظمة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان مدير الدعوة والدعاة بالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية كلمة رحب من خلالها بالضيف الزائر والحضور، مقدما شكره لكل الذين ساهموا ماديا ومعنويا لاستقبال الخليفة الذي قدم من دولة الجزائر الشقيقة في زيارة للبلاد لأول مرة. نائب رئيس مشيخة الطريقة التجانية بالبلاد الشيخ الغالي خليل عمر قال إن زيارة الخليفة العام للطريقة وشيخ زواياها عبر العالم إلى البلاد تؤكد أهمية الطريقة التجانية التي منبعها من الكتاب والسنة. فنحن نعاهدكم على المضي قدما على هذا الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه ولنجله مولاي الخطب التجاني رضي الله عنه. الكلمة الختامية لهذا الحفل كانت للمحتفى به الشيخ علي بالعربي الذي امتدح التعاون القائم بين البلاد ودولة الجزائر، مؤكدا أن الطريقة التجانية في تشاد وجدت مكانتها. جهنم الكريم نطلب للبلدين للرئيسين إن شاء الله ربي يديروا في جناح السالم ويبعد عليهم كل مكروه، في رئيس تشاد وفي رئيس الجزائر وفي شعب الجزائر وفي شعب تشاد، نطلب لهم إن شاء الله للتوفيق والمحبة. هذا وفي نهاية الحفل رفع الشيخ أكفة الضراء إلى الله بأن يديم للعباد والبلاد الخير الوفير والأمن والاستقرار، وأن ينعم جميع المواطنين بالصحة والعافية. هذا ونشير إلى أن ضيف البلاد الزائر سيقوم بجولة داخل الأراضي الوطنية تشمل بعضا من مدن ولايات البلاد.